مرحبا أعزائي متابعي قناة بلدين بعين العربية. الفيديو ما اليوم هو عن تطبيق كابشن، وهذا التطبيق طبعا تطبيق مهم لصناع المحتوى، فحبيت أعملكم فيديو بسيط عليه. لكن قبلها أمانة كل من يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي بلدين بعين العربية باشتراك لايك ويفعل الجرس حتى يوصلك كل شيء جديد من عندي. جديد على قناتي اسمها بلدين بعين العربية، قناة مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والايفون ومشاكل الايفون وايجاد حلول لهذه المشاكل. بالبداية راح ندخل على هذا التطبيق، نعرف شنو هو هذا التطبيق وكيف راح نستعمله. تطبيق كابشن هو تطبيق يحول الصوت اللي موجود على الفيديو الى كلام مكتوب على الفيديو، وهذا جدا يفيد بالانستغرام بالتيك توك بكل التطبيقات. فكيف راح نحول؟ راح ندخل هنا على التطبيق، راح ندخل على انشاء، راح نعمل استيراد من هنا من اي الاستوديو. طبعا هذا الفيديو اللي اخذته 14 صباح الخير، اتمنى تكون كونتينيو. صباح حددنا اللغة عربية، طبعا تقدر تحدد أي لغة. الآن مثل ما تشاهدون كمل المونتاج أنه حول الصوت الموجود على الفيديو إلى كلام مكتوب. صباح الخير أتمنى، طبعا كل الكلام موجود هنا، تقدر تعدل عليه، تقدر تغير الأنماط من هنا، تقدر تخلي كلمة كلمة تخرج، كل سطر سطر كامل، وهكذا مثل ما تشاهدون هنا تقدر تعدل عليها. عندك أنماط كثيرة، ألوان تقدر تغير. يعني المشكلة اللي هنا اللي واجهتها، طبعا تقدر تعدل بالقالب اللي راح تستعمله الانستغرام الفيسبوك وهكذا المحتوى مالتك. طبعا يعني تطبيق جدا رائع من الاسفل مثل ما تشاهدون، كثير عندك ميزات موجودة به. لكن نقطة الان اذا عملنا له تصدير وراح ينطيك سعرين، السعر 12 دولار شهري وهذا كلش كثير، او انه سنوي 65 او 66 يورو تقريبا، يعني بحدود ال 75 دولار، وايضا كلش كثير. يعني انت كل سنه تدفع 75 دولار حتى تنشال منك العلامه المائيه وينطيك على يعني تحرير الفيديو لخمسة ست دقائق. وجهه نظري هذا التطبيق كلش غالي، كثير يستعملون تطبيقات يعني مو اصليه مثل مهكره، وهذا حرام طبعا، لان انت هذه حقوق شركه، الشركه ما تجبرك ليش تتحمل خطيه، فاني مو ويا هذه الطريقه. هذا التطبيق أنطيه 5 من 10 بسبب هذه الميزة. لو كان انطانا إياها هذا التطبيق إنه نشتري بالسنة 100 دولار كلش أوكي، لكن أنت كل سنة راح تدفع 65 دولار، يعني سنتين 130 دولار وهكذا. فهذا حبيت أقولكم إياه. عندي تطبيقين ثانيين أنا أستعملهم، التطبيق مجاني واحد أنا اشتريته سنوي، الآن راح أشرح لكم عليهم. طبعا أنا وجهة نظري هذا التطبيق مرة أخرى يستحق 5 من 10، تطبيق جدا ممتاز لكن سعره كلش عالي، وما أنصح أي واحد يستعمل التطبيقات، راح يتحمل خطية. التطبيقات المهكرة راح يتحمل خطية أمام الله، فليش تعرضون نفسكم؟ خلي أشرح لكم التطبيقات الثانية المجانية. التطبيقات الثانية اللي استعملتها طبعا العفو مو سنوي، هذا اشتريته مدى الحياة وهذا تطبيق مجاني، أنا شارح عليهم على قناتي. فاللي حابب يستعمل هذا التطبيق مجاني، وأيضا راح أنزل عليه بعد كم يوم فيديو ثاني لأن نزل به تعديلات وكله مجاني تستعمله، وطبعا يوازي الكابشن، يعني 100% يوازي الكابشن. فهذا حبيت أشرح لكم إياه. أمانة كل من يدخل على قناتي يدعم القناة بالاشتراك واللايك، أنطيكم أني الشغلات الخلاصة، فأنتم هم ادعموني واشتركوا بقناتي وانشروها لأصدقائكم. تحياتي لكم، أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. وشكرا لكم، مع ألف سلامة.